طيب هل يجوز مثلا للرجل في مسألة النفقة أن يشرك زوجته غصبا عنها في الإنفاق المنزلي؟ بمعنى إذا كانت تعمل فيقول لها عليك أن تدفعي مثلا نصف مصروف البيت أو نصف الالتزامات والمدارس وما إلى ذلك. لا، ما ملوش انه يفعل هذا، ولكن هو ليه انه يطالبها وايضا بالاتفاق بعدم العمل، واخد بالك ازاي؟ يعني طيب انا هقعد من الشغل، انا مش هدي لك حاجه، ففي مقابل ده بيطالبها بالمشاركه. ادي الحكايه، ما انا يعني سبتك تشتغلي فادفعي. اتفضلي ادفعي. فأغلب الأسر دلوقتي ما بقتش ينفع إن الراجل يقوم بكل المهام، لازم الست تروح وتشتغل وتعمل وكذا إلى آخره غصب عنها يعني وعنه كمان. لكن إذا كانت هذه الحالة موجودة وهي إنها بتختار العمل علشان تحقق ذاتها وعلشان تشتغل وعلشان كذا إلى آخره، فيبقى يتفقوا مع بعض بالمشاركة تلتين وتلت، نص ونص، زي ما يكون بقى. طب هل هذا بعض الأزواج يروح حق بأن الزوجة موقوفة عليهم أو محبوسة عليهم، فبالتالي إن خرجت فله أن يشارك في مالها أو في ما تأخذه من أموال؟ هذا رأي موجود، رأي في الفقه الإسلامي موجود. نعم. طيب فرضت الإمام، في بعض الأحيان قد تقتطع الزوجة من مال الزوج، بمعنى أصح من مصروف البيت، وتدخره لأسباب أو لأخرى، قد يحتاج مال يحتاج الزوج فتقف بجانبه في هذه الحالة، أو تنفق هي في أشياء أخرى تخصها أو تخص الأولاد دون أن يعلم. ما حكم هذا الأمر فرض الله؟ طول عمر أمهاتنا وأجدادنا يعملوا كده، يحوشوا يحوشوا يحوشوا، ولما يقع الراجل في أزمة تديها له. ما طول عمرنا ماشيين بهذا الوضع، ولم يترتب عليه ضرر ولم يترتب عليه حق، بالعكس يترتب عليه زيادة الحب وزيادة الود وزيادة الـ 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 التماسك بتاع الأسرة. لكن السؤال الثاني، أخو السؤال ده، إن هي بتاخد منه من غير معرفته علشان تنفق على العيال في علاجهم في ملابسهم في تعليمهم في أكلهم وشربهم، وهذا جائز كما في حديث السيدة عائشة بالمعروف، يعني ما تزودهاش، يعني ما تاخدش وتبني بيت مثلا، مش للدرجات، يعني ما تاخدش من جوزها فلوس وأموال تبني بيها بيت. طب تاخدها وتروح تجيب بيها ذهبايا ولا حتة ألماس؟ ما لا تتأثل به. تتأثل يعني ايه؟ هو اللي انت بتقوله سيادتك كده، هو انها تاخد وتروح تشتري حتة ألمازة ولا حتة صيغة. ده تأثلت يعني اغتنت بسببها. قدامنا بستان، البستان ده فيه ثمر وفواكه، وميجوز ليا ان انا اكل 3 4 يستفنديات على 3 4 برتقانات على منجتين 3 وهكذا، ولا يجوز لي ان اتأثل ان انا اجيب بقى قفص وملي وعبي في العربية، واخد بالك؟ صحيح. يعني إذن ففي الأكل بالمعروف، الأكل بالمعروف حاجة، والتأثل التأثل اللي هو تغتني، يعني تعمل ثروة من الموضوع، التكويش التكويشاية علشان يبقى في حاجة باقية، حتة الدهب باقية، السيارة باقية، الشقة باقية كده. فلا، ممنوع التأثل، لكن هو اللي مش ممنوع الأكل بالمعروف.